بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله اخواتي غادي نهضروا مع بعض واحد العصير تيجي جديد بزاف، كنتاكد انه جديد ان شاء الله تجربوا من اعجابكم. هذا العصير غادي نحضروه اوريو بسكوي اوريو، تيجي رائع بزاف ان شاء الله تجربوا من اعجابكم. الى عجبكم اخواتي ديروا لايك للفيديو وشاركوا في القناه باش تشوفوا هذه الوصفات، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه لهذا الميلك شيك نحتاجوا ليه على بركه الله 10 الحبات ديال اوريو بسكوي اوريو، غنحتاجوا ليه دوبول ولا جوج كرات ديال لاكلاص ديال الفاني والشوكولا. الا كان عندكم غير الفاني ديالو الا ما بغيتوش الشوكولا يجيكم مجهد، لان البسكوي فيه الشوكولا يمكن لكم تستعملوا فقط الفاني. الا ما عندكمش لاكلاص بحال ديما تنقولها ونعاودها نعوضوه بياغورت فاني، جوج علب من الياغورت فاني. وغادي نحتاجوا 400 ملل ديال الحليب. طبيعة الحال الا ما كانش عندكم لاكلاص فملي تنديروا الياغورت ضروري ما نديروا دوك المكعبات تاع الثلج، يعني نديروا الياغورت ونديروا مكعبات تاع الثلج معاه. هادو هما المكونات، يعني شي حاجه اللي هي صيفيه وخفيفه وتجي رائعه في المذاق كيف ما قلت في الاول. ندوزوا على بركه الله في طريقه التحضير. بالنسبه للطريقه فهي جد سهله، كناخذوا لي بسكويت ديالنا كنقسموهم هكا وتنحاولوا نوضعوهم في الخلاط الكهربائي، نحاولوا نقسموهم باش الحليب يطحنوا لينا. يعني قلنا 10 حبات ديال البسكويت اوريو، نضيفوا لاكلاص اللي عندنا. قلنا انا هنا غلبت الفاني لان الفاني ما بغيتش نكثر الشكلاط باش ما يجيناش هذا سميتو يعني شي حاجه اللي كتهم بزاف الشكلاط. يعني نحاول نغلبوا الفاني على الشوكولا لان البسكويت فيه ديجا الشوكولا. تنوضع قلنا الحليب 400 ملل ديال الحليب يكون بارد. صافي هذه الطريقه تنحاول نخلطوا جميع المكونات مزيان حتى وكان كتندمج مع بعضياتها وتنقدموه بارد بالصحه والراحه. الميلك شيك ديالنا اخواتي الاوريو كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما وجد فكنقدموه بارد، يعني كيجي شي حاجه اللي هي منعشه ورائعه في هذا الحر هذا. ان شاء الله اخواتي تجربوا من اللي يعجبكم. الى عجبكم بحال ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه باش توصلوا جديد الوصفات. الى حلقه قبيله بحول الله.